من اليوم يستحيل ما زال تشريه وغير في دارك حضريه. نيسلي كراميل من أروع ما يكون، أنجح وصفة نيسلي كراميل على الإطلاق، مليون في المئة بجوج مكونات فقط. غادي نحضره أروع نيسلي كراميل اللي كنحضره به، يعني كنزينه به لصابلي وعدة أشياء على الباتيسري. وهذه هي مني لكم، غادي نعطيكم كذلك نيسلي كراميل شوكولا كيجي هو من ألد ومن أروع ما يكون بجوج مكونات فقط. تبعي معي سيداتي لا فيديو من الأول حتى الأخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وما تنسوناش من البارتاج ومن اللي لايك للتشجيع فقط، والتعليق ديالكم كذلك البنائين والمحفزين. ومرحبا بالمشاركين الجدد واللي اول مره كيندو من قناتي، ما عليه الا يفعل جرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه ساكنه الصوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه تحضير نيسلي كراميل 100% صنع منزلي بدون مواد حافظه. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، عندي هنا واحد كاسخول او مقلاة اللي متوفر عندكم غادي تخدموا به وترتاحوا ليه. عندي هنايا 800 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، يعني كاس قل واحد جوج سنتيم، يعني بعبار العنبه كاس قل ربع، يعني 80 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده. كندير في واحد الكاسخول وكنوضعها على نار مهيله للغايه كيف ما كنحضروا الكراميل، يعني النار تكون مهيله. فهاد الاثناء هادي انا محضره عندي هنايا 20 قطعه من الشوكولاته البيضاء. تسولوني على الشوكولاته اي نوعيه، نوعيه كالا او اي نوعيه متوفره عندكم. عندي هنايا 20 قطعه، هاد 20 قطعه ما يعادل 150 غرام ديال الشوكولاته، 150 غرام ديال الشوكولاته بيضاء. وعندي هنايا نفس العبار، نفس القياس ديال الماء اللي عبرت به السكر، يعني نفس الحجم باش عبرت السكر نعبر الماء. الماء كيكون ساخن جدا، يعني الماء يكون غليان ضروري هاد المرحله. غادي نمشي نشوف انا السكر ديالي اللي درته على النار مهيله كيف ما كتشاهدوا معايا مقتوله للغايه. كنبقى نحرك بواحد الملعقه خشبيه، يعني ضروري ملعقه خشبيه، ما كاينلاش نستعملوا ديال الحديد باش ما تجيش تسحب لينا سخونه، لان عندنا الغرض بهذا السكر ديالنا يولي كراميل ذهبي، ما نفوتوش فيه داك النار باش ما يجيناش داك دوق الكراميل فيه المروره. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحرك باستمرار داك الجوانب، لان الجوانب هما اللي كتكون شاده فيهم العافيه في الكاسخون، يعني واخا تكون النار مهيله كنبقى نحرك يعني باستمرار حتى كيولي ليا يعني دائب. واخا تشوفوا كيتكتل لكم هكا في الديبا ولا ما تخافوش منه، غير خليو النار تكون مهيله. كناخذ داك الكاس ديال الماء، ضروري يكون غليان باش ما يتكتلش لينا، يرجع يتكتل لينا الكراميل وياخذ وقت طويل باش عاوتاني يتسلق غادي يجي فيه المروره، يعني الماء يكون ساخن. كندير نقطه بنقطه وانا حتى كنحرك حتى كنكمل داك الكميه ديال الماء، يعني نفس العبار ديال اللي عبرت به السكر هو اللي غنعبر به الماء في نفس الكاس، يعني اي نوعيه ديال الكاس نفس الماء نفس السكر. ثم كنضيف الشوكولاته البيضاء 20 قطعه، كنعتذر لان كتشوفوا التليفون يعني كنبقى نصور ونقطع مع اللحظه اللي درت فيها الشوكولاته بيضاء، ما عرفت واش كنت كنصور ولا كنت موقفه الكاميرا. المهم درت هنايا 20 قطعه ديال الشوكولاته بيضاء بالغرام، اي ما يعادل تقريبا واحد 130 حتى 150 غرام شوكولاته بيضاء. وانتم كتحكموا في النوعيه ديال السمك ديال الكراميل ديالكم، يعني انتم اللي غتحكموا في هاد نيسلي كراميل. بغيتوه يجيكم عاقد اكثر فاكثر كديروا يعني حتى 200 غرام ديال الشوكولاته. بغيتوه يكون خفيف اللي غادي تغلفوا به التورتات غديروا غير قل من 100 غرام، واحد 80 غرام ديال الشوكولاته ابيض. بغيتو كيف ما عندي انا تماما في لا فيديو، غادي نديرو من 100 حتى ل 150 ديال الشوكولاته. نتوما غديفو الشوكولاته، انا درت هنايا 20 قطعه، والا بغيتو يجيني مازال ثقيل خاطر غادي نزيد الشوكولاته. غادي نمروا الان نحضروا ديال يعني نيسلي، هذا اختراع، هذا ابتكار ديالي. وتعلاش لا ما نديرش نيسلي كراميل يكون بذوق الشوكولاته بنفس الطريقه. 80 غرام ديال السكر ونفس العبار اللي عبرنا به السكر عبرنا به الماء ودرناه يولي كراميل، وكنضيف الماء بالتدريج. هاد المرحله اللي تكراتات ليا في الشوكولاته البيضاء، يعني في نيسلي كراميل الاولاني، ها نتوما كنبقى نضيف في الماء نقيطه بنقيطه وكنبقى نحرك جيدا. ثم كنضيف الشوكولاته، الشوكولاته كيف ما قلت لكم نتوما اللي كتحكموا في الكميه ديالها، ممكن ديروا 100 غرام 80 غرام او 150 غرام، يعني على حسب التقوليه اللي بغيتو نتوما لهاد نيسلي
كراميل. يعني الا كنتو بغيتوه عاقد بزاف غادي ديرو من 150 حتى 200 غرام. بغيتوه خفيف اللي غتغلفوا به الطورطات او غير غتدير تزينوا به شي حاجه اللي غلاص ولا هذا غديروا غير 80 غرام ديال الشوكولاط. بغيتوه كما هو عندي انا تماما درت فيه تقريبا 120 حتى 150 غرام يعني بالغرام. اما بالحبه 20 حبه ديال القطعه الشوكولاته داك المربعه الصغيره كنبقى نحرك. يعني ملي كنضيف الشوكولاته ما كنطفيش عليه مباشره كنبقى نحرك واحد شويه وكنحطو جانبا ما حدو كيبرد هو تيعقد. هو دابا راه ما باردش عندي 100% راه عاقد يعني باقي غيبرد وباقي غادي يتماسك. بالنسبه للاحتفاظ به عادي كنديرو فواحد العلبه وكنديرو في الثلاجه ما كيخسر ما كيوقع ليه حتى شي حاجه كيبقى حتى لثلاثه اشهر بدون مواد حافظائيه حيت ما فيه حتى شي حاجه فيه غير شوكولاته بيضاء كيبقى حتى لثلاث شهور. ملي كنبغي نخدم به كنسحبو من العلبه اللي فيه وكنديرو في حمام مريم وكنخدم به بشكل عادي كيف ما كتشاهدوا معايا. وهذا ديال الشوكولاته يعني شي حاجه اختراع نتمنى ديروه وغادي يعجبكم اكيد اكيد كيجي من اروع ما يكون. يا سلام يا سلام على اللمعه اللي فيه ما تصوروش يعني الكاميرا او التصوير ما عطاش حقو كما بغيتو يوصل ليكم يعني واحد اللمعه يعني كتهبل روعه. واحد الحاجه مهمه نسيت ما ضفتهاش ليكم ولكن في اخر لحظه انا عتقت الموقف كنديروا رشه ديال الملح منين كنبغيو قبل ما نضيفوا الشوكولاته بيضاء او السوداء رشيشه ديال الملح. الا لاحظتوا راها كانت عندي في الفيديو ولكن بالتسريع ديال الفيديو ما كنبغيش نطولوا عليكم. رشه ديال الملحه اللي ضفت في رشه هكا بالاصبع ديالي باش كيجينا هذا الكراميل مذاق خطير للغايه. صدقوني صدقوني غادي تجربوا عمرك باقا تمشي تشري نيسلي كراميل. هذا بدون مواد حافظه بجوج مكونات السكر والشوكولاته كيجي من اروع ما يكون. وعطيتكم كذلك هديه ديال الشوكولاته السوداء كيجي خطير كنغلفوا به لي سابلي كنزينوا به لي كيك لي غلاس اي حاجه ممكن تخطر على بالك في الباتيسري كنديروا بها هاد الصوص كراميل كيجي من اروع ما يكون. كيف ما كنعرفوا الثمن ديالو باهت جدا وكنعكزوا على شحال من حاجه كنبغيو نديروها بنسلي. اليوم ان شاء الله عمرك ما باقي غادي تشري نسلي كراميل غتحضريه في المنزل ديالك وناجح مليون بالمئه. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين. واهم حاجه هي الى عجبكم الفيديو بالبارطاج بارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه سوريه. وغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال نيسلي عادي بالحليب يعني نيسلي ماشي كراميل غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله. شكرا لكم متابعه وبالصحه والراحه ودمتم في رعايه الله ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السوريه.